هلا اول سؤال، خلينا نجاوب على اول سؤال. انا عندي الكرنت هاي حللته للكومبوننتس تبعته، بدي احسب الان الار ام اس تبع هذا الكرنت. كيف ممكن احسب الار ام اس للكرنت؟ تمام، قلنا الكومبوننتس اذا كان الكرنت مكون من كومبوننتس يكون عندي اي ار ام اس، مش راح احط توتال او سيجنال، راح اعتبر انه اذا ما حطيت شيء معناها هاي السيجنال هي الرئيسيه، تساوي اي 1 ار ام اس تربيع زائد اي 3 ار ام اس تربيع زائد اي 5 ار ام اس تربيع. كاني عمالي ايش بقول؟ للباور الموجوده بالسيجنال مساوي للباورز الموجوده. هلا في شغله انا ما ذكرتها ولا دخلت فيها بتفصيل، هذول على فكره كلهم اورثوجونال، وهذا ما بيكون صحيح الا هذول اورثوجونال. اذا كانكم متذكرين من السيجنالز في شيء اسمه اورثوجونال، لازم يكون هذول كلهم اورثوجونال. الاشياء اللي هي مضاعفات الفريكونسيز هي اورثوجونال، ما راح ادخل فيها بتفصيل كثير، ما بنضيع عليه وقت كثير، بس لو انهم مش اورثوجونال هذا ما بيكون صحيح، بيكون في كروس برودكتس ما بينهم، اوكي؟ بس هذول اورثوجونال. اذا بدك تفهمها ابسط طريقه، ابسط طريقه، لو احنا عندي احداثيات اكس واي واخذت نقطة من هون، ايش طول النقطة هاي بعدها عن الاوريجن؟ شو بيساوي؟ مش بيساوي اكس تربيع زائد واي تربيع تحت الجذر؟ وطب لو كان هذا 3 دايمنشنال سبيس؟ وهدول كمان اورثوجونال على فكرة، اورثوجونال ان سبيس، ايش يعني اورثوجونال؟ يعني الزاوية بين الاكسس هدول 90 والزاوية بين الاكسس هدول 90. لو كان عندي كمان اكس واي وزد وعندي نقطة بالفضاء هون بعدها عن الاوريجن شو بيساوي؟ يساوي جذر التربيع، جذر التربيع الى اكس تربيع زائد واي تربيع زائد زد تربيع، مش هيك الطول؟ هاي ابسط فكره تذكرك بالاورثوجونال، اذا هدول كلهم اورثوجونال. هلا اذا عندي هون انا بقدر اطلع الان اي ار ام اس وراح اقربها للتاسع، بس راح اخذ الهارمونيك التاسع. اذا الاي ار ام اس تبعت الكرنت ويف فورم راح تساوي 7.1 تربيع زائد 1.18 تربيع زائد 0.445 تربيع زائد 0.23 تربيع زائد 0.14 تربيع. تطلع معنا طلع معك جواب. خليني اتاكد من جوابك مع جوابي. جوابي هون انا قديش مطلعه؟ طلع 7.07 مضبوط؟ 7.216. هلا متذكرين هدول حولناهم لار ام اس، ما تنسوا لما طلعنا الكومبوننت قسمناه على جذر التنين، مش هيك؟ لانه بعمل فورير سيريز اناليسيز، ايش الجواب الجوابات اللي بيطلعوا معي هدول؟ معاملات ايش؟ معاملات الساين اللي هم البي. فلما بدي احولهم لار ام اس هدول كلهم احنا لما حسبنا الحسابات، اذا بترجع حسابات المره الماضيه قسمنا كل هدول الريزلت قسمناهم على جذر التنين حتى احولهم لار ام اس، فطلع معي اي ار ام اس. هلا لو بدنا نيجي نطلع ناخذ، خلينا نفكر مثلا شو بنقدر نعمل الان. هلا هذا الكرنت هو ماشي في الريزستر مزبوط، مش بقدر احسب الان الباور اللي باخذها الريزستر مضبوط. كيف ممكن الان اعمل؟ خلص عندي اي جاهزه، هيها مش هيك؟ مش هاي اي ار ام اس جاهزه كاي ار ام اس؟ وين مره؟ هل هي مره في الريزستر؟ فيها كامله، بس هي مش فولتج موزع عليهم الاثنين، هي نفسها الاي مره في ار، مش هيك؟ اذا بقدر احسب الان الباور اللي باخذها الريزستر او الباور اللي باخذها اللود. الاندكتر ايش الباور اللي باخذها؟ زيرو. هل باخذ نت باور اوفر 2 باي؟ ما باخذش. اذا عندي الباور اللي راح ياخذها اللود شو بتساوي؟ اي ار ام اس سكوير في ار، مش هيك؟ معي 7.216 تربيع، وار قديش قلنا قيمتها؟ 20. حد يحسب لي اياها؟ تطلع 1041 واط. في طبعا رياكتيف باور بتروح كثير هاي، بس ما بتهمنيش، انا بهمني هلا الباور. فصار عندي هي الباور اللي اخذها اللود. هلا كمان بدنا ناخذ كونسبت جديد اللي هو التوتال هارمونيك ديستورشن. بس اشوف اذا في شيء ثاني غير هيك. بس هذه خليني اوقف عشان ابدا واحد جديد منهم.